كتير اوي كتير اوي كده على فكرة يا غين، مش هستحمل دلع يكلبني. غوكو بقى متدلع خالص على الاخر، وده كله بسببك. انا مش فاهمة انت متضايق من ايه، مش فاهمة انت ليه متضايق انه يتدلع. ما يتدلع براحته، ما هو لسه صغير. يتدلع براحته ما هو لسه صغير؟ هتفضلي تقولي لحد امتى انه لسه صغير يا غين؟ ما انا بصراحة بخاف عليه، بخاف عليه جدا. انت عارف ان احنا في عالم مليان بقوة خارقة، وطبعا خايف على ولد لحسن يحصل له اي حاجة. تقومي تحبسيه في البيت وما تطلعهوش برا، ولا حتى عايزة توديه اي حتة. طب انت عايز ايه دلوقتي؟ انت عايز تعمل ايه؟ طيب فاهمني يا بردك. خلاص هو جه الوقت ان هو يروح مدرسة السيان. مدرسة السيان؟ انا مش عارفة انت ليه كل شوية عايز توديه المدرسة. انت مش شايف ان هو لسه سنه صغير على كده؟ ازاي تقولي لسه سنه صغير على كده؟ ده بقى كبير، ده ما بقاش عيل صغير. مش كفاية ابن الملك في جيتا احسن من غوكو ابننا؟ انا مش عارفة انت ليه بتبص على ابن الامير في جيتا. احنا مالنا بالناس يا بردك؟ احنا مالنا بالناس؟ مالناش دعوة. اسمعي كويس يا غين، انا عارف ان انا اقوى من الامير في جيتا، والمفروض ان ابني يكون في نفس قوتي او اقوى مني يا غين، لكن القدر هو اللي سمح للملك في جيتا ان هو يكون الامير. ولكن هفضل عافر، هفضل عافر لحد ما ابني اخوكو يكون اقوى من في جيتا، ابن الامير في جيتا. انا مش عارفه انت بتعمل كده ليه، انا ماليش دعوه، انا داخل الاوضه. هتفضلي تدلعيه اخوكو. اوهو، واخيرا فيلم الانمي اللي انا كنت مستني ينزل. ايوه كده نزل اهوت، يلا بينا بقى نتفرج ونجيب الفشار. فشار مين؟ فشار مين يا غوكو؟ اسمع يا ولد، عايزك في كلمتين دلوقتي. ايه بابا مالك متضايق ليه كده؟ انت شفت فيلم الانمي اللي انا كنت مستني لسه نازل؟ للاسف ابني طلع تافه. تعالى تعالى. حاضر يا بابا حاضر. في حاجه ولا ايه يا بابا؟ اتفضل. في حاجه ولا ايه؟ انت خلاص كبرت على انك تفضل قاعد في البيت، يعني ولا وديتك حضانة ولا حتى امك عايزة توديك مدرسة، لكن دلوقتي يا غوكو جه الوقت انك خلاص لازم تطلع عن حدود الدلع اللي انت كنت مدلعها، وكانت امك غين كانت مدلعاك بطريقة غير عادية. دلوقتي انت لازم تروح المدرسة، ومش هتبقى اي مدرسة، هتبقى مدرسة السيان، اقوى مدرسة في بروك هيفن، ما بيخشهاش غير الاقوياء. تاني برضه يا بابا، ما انت عارف اني مش عايز اروح المدرسة، ما انت عارف اني بخاف اطلع بره البيت اصلا. ماما بتقولي ان العالم بره كله قوة خارقة، وممكن حد يستعمل قوته يستعملها ضدي، وفي نفس الوقت انا اتأذي. يا ساتر يا رب يا ساتر. يا ابني يا ابني اسمعني، انت ابني بردك، ابني بردك، ما تجننيش بقى. المفروض انك تبقى قوي وعندك قوة خارقة. الاشرار كلهم بيخافوا من بردك، وبردك هو منقذ المدينة. انت ازاي تقول كلام ده؟ ازاي يا ابني؟ راعي مشاعر ابوك يا لهو عليا يما وعلى سنيني. يا ريتني ما كنت شفت اليوم اللي ابني يقول لي انا ضعيف فيه. حاضر يا بابا هعمل اللي انت عايزه، لكن صدقني انا بصراحة بخاف، ما تحكش عليك، بخاف امشي من البيت. هتجرب هتجرب وتروح المدرسة، هتروح مدرسة السيان، ساعتها يعلموك طاقة السيان، وهتشوف القوة اللي جواك، هتطلع وهتبقى اقوى مني. انا واثق فيك يا ابني صدقني. حاضر يا بابا حاضر، اما حاجة تبقى واثق فيها مش اكتر. احبك كده يا ولد، انا كده احبك كده مقطقت انت. يلا بينا عشان اقدم لك في المدرسة. بابا بابا انا جاهز اهو، انا جاهز ولبست خلاص، دلوقتي كده تقدر توديني المدرسة. يا سلام، انا بجد مش مصدق ان اليوم دوت جه، وساعتها يا فيجيتا هتروح مدرسة السيان. انت عارف انا دايما بفضل اقول ايه وانا باصص كده على مدينة بروك هيفن اللي هو انا الامير بتاعها. حكاوي بابا المملة. ايوه طيب، دايما بفضل اقول اكيد هيجي يوم والامير فيجيتا هيروح، وساعتها انت فيجيتا هتيجي وهتبقى برضو الامير فيجيتا، علشان كده انا مسميك فيجيتا، علشان لما انا خلاص يحين معادي واني اموت تبقى انت برضو اسمك الامير فيجيتا. عايزك تبقى شبهي جدا علشان محدش يحس ان انا ميت. فعلا اللي خلف ما ماتش. شبهي جدا انت اوي يا فيجيتا يا حبيبي. انا شبهك يا بابا لدرجة اللي انت مسميني فيجيتا، عايز ايه تاني؟ اكيد هكون شبهك. ايوه 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 يا حبيبي، دلوقتي
أروح مدرسة السيان ونقدم لك في المدرسة، وأنا متأكد إن هم كلهم هيرحبوا بيك بطريقة غير عادية علشان أنت ابن الأمير فيجيتا، الولد فيجيتا. ماشي يا بابا، كفاية لخبطة، يلا بينا دلوقتي توديني عند المدرسة. يلا بينا حبيبي، يلا بينا يا أقوى سيان في مدينة بروك هيفن. حضرتك يا أستاذ بردك ابنك مقبول، طبعا ابنك مقبول من غير أي حاجة، أنت أستاذ بردك وطبعا أنت منقذ مدينة بروك هيفن، ده فخر لينا ان احنا نقبل ابن حضرتك جوكو عندنا في المدرسة. كويس كويس، بس بقى مدير انا عايز الواد يعرف يتحكم في قوة السهام بتاعته علشان بعد كده هو اللي هيبقى منقذ المدينة، انت فهمني طبعا. ايوة فاهم حضرتك من غير اي حاجة. ودلوقتي كده ابن حضرتك مقبول وش ويستنى عليه بالظبط سنة وهيكون عنده قوة غير عادية وهيعرف يتحكم فيها كمان. تمام اسيبهولكو انا بقى في المدرسة، بس الحق اودعه برا. ماشي اهلا بيك يا غوكو في المدرسة، اهلا بيك يا حبيبي. شكرا يا مدير، شكرا انك قابلتني بسرعة كده. انت بتقول ايه؟ ده انا بقول انت ابن استاذ بردك وطبعا ده فخر لينا. شكرا، يلا يا غوكو. حاضر يا بابا. اسمع بقى، عايز اقول لك كم كلمة. ايوة اتفضل قول. انا متأكد ان انت هتبقى اقوى واحد فيهم كلهم، واهم حاجة تبقى واثق من نفسك، الثقة في النفس بتدي نجاح غير عادي، وعايزك يبقى عندك عزيمة مش طبيعية. انت الكلام اللي انا بقوله لك دوت لازم تركز فيه جدا، وصدقني يا ابني هينفعك جدا. حاضر يا بابا. حاضر. وش يلا في جيتا. انا مش مصدق اللي انا شايفه بجد قدام عيني، برضك بنفسه. ابتديناها على الصبح، انا عارف، كنت حاسس ان اشوفه هنا هو وابنه. ما تقوليش، اوعى تقولي انت جاي تقدم لابنك الفاشل هنا في مدرسة السيان. ايه ازيك يا عمو فيجيتا؟ ابعد يا ولد ابعد، انت ما تطولش انك تكلم الامير فيجيتا. غوكو تعال هنا، مين قالك سلم عليه؟ عمو فيجيتا انت طريقتك وحشة جدا على فكرة، ازاي انت امير؟ ولد ازاي تتعدى حدودك مع الامير فيجيتا؟ كلم بابا عدل وإلا انا لا هتصدر لك يا ولد يا صغير انت. ايه ده على اساس ان انت كبير مثلا؟ غوكو خلاص. حاضر يا بابا، علشانك انت بس مش اكتر. اسمع كويس، انا طبعا الامير فيجيتا وممكن انفيكم انتوا الاتنين اصلا من مدينة بروك هيفن، لكن انا هسيبكم علشان تعرفوا كويس قيمة الامير فيجيتا وابنه فيجيتا، وابني هيبقى احسن من ابنك يا بردك، صدقني. يلا فيجيتا خلي بالك من نفسك يا غوكو. انا قلت لك اتكلم معاه يا غوكو، انا قلت لك اتكلم معاه. ما بصراحه بابا طريقته استفزتني. ما ينفعش ترد على واحد اكبر منك بالشكل ده، انت فاهم؟ حاضر يا بابا. حاضر انا اسف. يلا اسيبك هنا في المدرسه، واسمع اللي يضايقك اضربه، اوعى تسيب حد يستهزئ بيك يا غوكو، خليك ماشي مبدا والدك، والدك بردك اقوى واحد في بروك هيفن، وده كله بفضل ربنا. يلا يا ريت الوصايا اللي انا بقولها لك دي بقى تنفذها. حاضر يا بابا. حاضر. ايه يا بلوك السعاده، شايفين بص حياتي عامله ازاي؟ شايفين الامير فيجيتا بيعاملنا ازاي؟ بس انا طبعا انا كغوكو مش عارف هو الامير فيجيتا ازاي اصلا اتعين امير، ده واحد اصلا متكبر جدا، والمفروض الامير ما يبقاش متكبر بل بالعكس المفروض ان هو يكون متواضع ويقف مع شعب بروك هيفن، ده حتى مش بينقذ مدينه بروك هيفن، اللي بينقذها هو بابا برضو، يعني كده من حق بابا هو اللي يكون الامير. ولكن مع ذلك انا مش هفكر في الموضوع ده، عشان كل ما افكر في الموضوع ده اصلا يضايقني. واضح ان اول يوم اطلع من البيت واروح بقى في المدرسه هتبقى كلها مشاكل. ولكن لحظه نسيت اقول لكم حاجه، يا مساء السعاده بكميات زياده، عاملين ايه يا احلى ناس في الدنيا؟ يا رب تكونوا بخير. شكرا جدا للتفاعل بتاعكم في الفيديوهات اللي فاتت، انا بحبكم جدا. الفيديو اللي فات انا طلبت منكم تعملوا لايكات، وشكرا جدا لكل اللي وقف معايا وعمل لايك، صدقني والله انا بحبك من كل قلبي. انتوا وصلتوا الفيديو يعتبر 2000 لايك، بحبكم جدا، شكرا لكم يا ملوك السعاده. فياريت بقى تستمروا على التفاعل دوت وتعملوا لايكات اكتر واكتر، لان دوت بصراحه بيدعمني جدا، وكمان بيبسطني وبيشجعني ان اعمل لكم افلام اكتر واكتر واحلى من اللي قبلها. اعتقد ان انت كده اتقبلت دلوقتي يا فيجيتا يا حبيبي، علشان انت ابن الامير فيجيتا، فطبعا انا واثق انك هتبقى احلى من ابني بردك دوت، الولد غوكو ده عمر ما هيجي حاجه في قوه الامراء. تمام تمام يا بابا، تمام
هو واقف هناك اهو. يلا سيبك منه سلام. اوعك تفك كده. اي فعلا اسلوب وحش جدا. بص بقى هقول لك على مبدا حلو جدا هتمشي بيه وقانون جديد معايا هنا في المدرسه. بما ان انا الامير في جتة يعتبر انا كلامي هو اللي يمشي في المدرسه كلها، فايه بعيد عني وانت لشاني. ما بحبش الفقراء علشان انت مش امير، فاي حد مش امير بالنسبه لي يبقى فقير. شوف يا فيجيتا ولا انت اسمك ايه، انا مش عايز عكننا من اول اليوم بعد اذنك، فياريت انت برضو تلاشاني وصدقني انا هتلاشاك، يبقى محدش فينا يكلم التاني طالما محدش فينا طايق التاني. فهمت ولا ايه ده من تاني؟ ها ولد مورف فعلا متكبر مش اكتر، انت عبارة عن كورة تكبر ماشي على الارض. لا بجد لا، هو مش على اخر الزمن المعلم روشي يبقى لابس بدلة؟ المدرسة دي بتقيد الحرية جدا، فيها ايه مالهم الفلينة والشورت اللي انا كنت بلبسهم؟ البدلة دي مقيدة حركتي جدا ومش عارف اتحرك. يا روشي يا لهو على الايام. يلا لما نشوف هما مين الطلاب الجديدة بقى اللي همرنهم على قوة السيان. تعالوا انتوا بقى الطلاب الجديدة اللي همرنهم مش كده؟ واضح عليكم انكم مش اقوياء خالص وكلكم ضعفة، بس انا عمري ما خدتها بالجسم، عمري ما قلت ان ده جسم ضعيف يبقى هو ضعيف اصلا خالص. انا معلمكم المعلم روشي، وانا هنا هعلمكم ازاي تتحكموا في قوة السيان بتاعتكم وتقدروا تبقوا سيان اقوياء زي ابهاتكم. اللي هيعلمني معلم اجوز. معلم أجوز انت يا ولد، انت مش عشان ابن الامير فيجيتا يا فيجيتا اسكت لك. اسمع انا هنا المعلم روشي، قلت لك اوعى تحكم على حد بالمظهر. اوهو واضح انك تايب جدا يا معلم روشي. ايوه وانت كمان يا غوكو، اسمعوا انا عارفكم انتوا الاتنين وغوكو وفيجيتا بسبب ابهاتكم، لكن الاقرع اللي في النص ده يطلع مين؟ انا كرينل يا استاذ روشي. تمام يا كرينل تمام، عاشت الاسامي. يلا دلوقتي هوريكم ازاي تطلعوا قوة الكيل اللي جواكم. اول حاجة لازم تعملها هي انك تتنفس وتاخد نفس عميق من جواك، وساعتها هتفكر في حاجة تخليك تغضب وتطلع قوتك من جواك. فاهمين انتوا التلاتة؟ ايوه انا فاهم يا معلم روشي. واو كلام كبير جدا يا استاذ روشي اللي انت بتقوله ده، واضح انه يبقى صعب. كل دوت انا بابا معلمهولي، كل ده بابا معلمهولي اصلا. طيب كويس، بصوا بقى. واو القوة دي كلها، ازاي راجل عجوز زيك عدوا القوة دي؟ مستحيل، قوته رهيبة جدا. شفت يا غوكو، شفت قوته عاملة ازاي؟ ايوه كريلين قوته غير عادية. واو قوته فعلا مش طبيعية، ايه القوة دي كلها؟ A few moments later. فيجيتا واضح ان انت فعلا قوي جدا وعملت للمعلم روشي قال عليه، واضح ان انت فعلا عندك قوة سيان شديدة جدا. عارف طبعا من غير ما تقول. سلام. ايه هو عاملني كده ليه؟ انا كنت متكلم معاه باسلوب حلو كنت بشكر فيه، ليه مشي وعاملني بالاسلوب ده؟ هي ما تضايقش نفسك، انا شفت اللي حصل بصراحه. فيجيتا مستفز جدا. ايوه فيجيتا اسلوب وحش قوي معايا في الكلام، انا كنت رايح اقول له ان انت شاطر وكده، فجاه لقيته مره واحده. إيه انت شفت عمل ايه؟ مشي وكسر بخاطري. هو اصلا ما ينفعش يكون امير خالص، علشان ده مش منظر امير، وده كمان مش من اخلاق الامراء. ايوه صح يا غوكو صح، شكرا ليك. بقول لك ايه، هو انت معلش انا اسف، انت نيكو وانتك من الزهره، يعني انا وفيجيتا استعملنا قوه السيان وعرفنا نخرجها، انت نيكو وانتك يعتبر مش موجوده وضعيفه. اي بص بقى مش عايزك بقى تكلمني على الموضوع دوت، علشان انا مش عارف، انا حاولت زي ما المعلم روشي قال اني استعمل قوتي. ايوه ما انت كده مفيش قوه سيان خالص، يعتبر عندك مش موجوده، دي ضعيفه على الاخر يا غوكو. خلاص بقى خلاص كريلين ما تقلبش عليا المواجهه خلاص. انا ما قصدتش اقول لك حاجه. ماشي انا ماشي يا غوكو. علشان تبقى تقول انك احسن مني تاني يا غوكو. ايه جيتا انت كنت قاعد هنا ده كله عمال تسمع؟ انا فعلا ابن الامير فيجيتا، يعني انا قوتي اشد بكتير منك يا غوكو، حتى باباك برضك من اضعف الناس. انا بابا مش بينقذ المدينة علشان هو مش فاضي مش اكتر، عمال يحاول ينظم في المدينة وبيعمل لها قوانين،
انت مهمة ابوك ان هو خادم لينا وينقذ المدينة مش اكتر يا غوكو، وانت لما تكبر مش هتبقى خادم زيه، انك يعتبر ضعيف جدا، حتى جسمك مفهوش اي عضلات. ايه في جيتا ما تتكلمش معاه بالاسلوب ده، هي ما تضايقنيش، انا بابا مش خدام عندكم، انا بابا بينقذ المدينة علشان هو واحد من افراد المدينة، وهو كمان بيحب المدينة مش اكتر، وكمان خايف على شعب بروك هيفن، فده كده ما يتقالش عليه خدام ابدا. بس بالنسبة للامراء خدام يا غوكو، انت الكلام شديد صح؟ سيدي الحقيقة ده غير ان انت كمان ضعيف. سلام. هو الكلام اللي قاله في جيتا ده كلام صح ولا انت يالي؟ هو بابا يا خدام، هو بابا خدام عند فيجيتا مش عارف، لكن اللي انا متاكد منه لما قال ان انا ضعيف، هو انا فعلا ضعيف، لان انا حاولت استعمل قوه السهام مع المعلم روشي جوه ما عرفتش اطلعها خالص. وده مش معناه انك ضعيف ابدا. اسمع يا ولد، الطريقه دي بتعصبني، اوعى تقول على نفسك ضعيف. هي معلم روشي انت كنت سامع؟ ايوه طبعا سامع. اوعى تقول على نفسك ضعيف ابدا، وانا واثق فيك ان قوتك غير عاديه. انا حاسس بقوه الكي جواك وطاقه السيان جواك مهوله يا غوكو. صدقني انا عارف انا بقولك ايه، يكفي انك انت ابني بردك، وبردك قوي بشكل غير عادي، واحلى حاجه في ابوك انه عمره ما بيستسلم، ما عندوش حاجه اسمها استسلام ابدا. ازاي ابنه يكون بيستسلم كده وما عندوش شغف؟ فعلا فعلا يا معلم روشي، انت فكرتني بالكلام اللي بابا قاله لي قبل ما يمشي، قال لي خليك دايما عندك عزيمه وخليك عندك اصرار، وساعتها هتبقى انجح واحد في بروك هيفن كلها. شايف باباك وكلامه العائل؟ يا سلام على باباك برضك، اقسم بالله باباك ده انا بحبه اكتر من الامير في جيتا، مع ان المفروض العكس علشان في جيتا هو الامير وكده، لكن ابوك كان لي مواقف معايا كتيره جدا. وعلى فكره اقول لك على حاجه سر، اوعى تقوله لحد. قول يا معلم روشي ايه هو السر؟ انا اللي معلم باباك برضك ازاي يتحكم في قوة السيان. واو انت بتتكلم جد يا معلم روشي، انت اللي معلم بابا ازاي يتحكم في قوته؟ ايوه يا ابني انا هما اللي انت فاكر ايه، انا عايش بقالي عمر يعني مش اي كلام، وقضيت عمري كله في تعليم الابطال الخارقين، وكان اقواهم هو باباك برضك. هاي علشان خاطر معلم روشي علمني زي ما علمت بابا، علمني ازاي اتحكم في قوتي زي ما علمت بابا يا معلم روشي. حاضر حاضر خلاص خلاص، تعالى لي بعد المدرسة في بيت المزرعة. سلام. واو المعلم روشي هو اللي معلم بابا برضك انه ازاي يتحكم في قوة السيان، انا مش مصدق بجد، وكمان هيعلمني بره المدرسة. حلو قوي، اعتقد ان انا كده دلوقتي يجي الوقت ان نروح بسرعة عند المعلم روشي. يلا 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 سيبهم زي ما هم هنا كده، يلا بينا بسرعة على بيت المزرعة. هو الولد دوت رايح فين؟ انا شاكك فيه الصراحة، لكن سيبك منه كمل في اللي انا فيه. طيب طيب غنكم 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 كاي وراك، لازم اعرف انت رايح فين. ايه معلم روشي انا جيت، ويا رب اكون بس ما اتاخرتش عليك. برافو عليك يا غوكو، جيت في الوقت بالظبط، يلا بينا علشان نبتدي تمرين انك تبقى زي باباك برضك منقذ مدينه بروك هيفن. قلت ايه؟ ايوه طبعا انا متحمس جدا، يلا بينا يلا بينا معلم روشي. واضح ان غوكو بياخد درس خصوصي مع المعلم روشي. طب مش يقول لي عشان اتمرن معاه؟ قفشتك يا غوكو قفشتك، قفشتك بتاخد درس مع المعلم روشي من غير ما تقول لي؟ هو انت كنت مراقبني؟ ايوه كنت مراقبك علشان اخد درس معاك، اكيد مش هسيبك لوحدك. بعد اذنك يا معلم روشي عايز اتمرن مع غوكو. يبقى انا كده همرن اتنين مع بعض، حاجه احلى بكتير، علشان ساعتها هتواجهوا بعض انتوا الاتنين. يلا بينا. انت يا غوكو مش هتبقى قوي لوحدك، يلا 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 بينا. ودلوقتي يعتبر انتوا الاتنين بقيتوا جاهزين انكم تكونوا من السيان، ومش بس كده انتوا ممكن تكونوا اقوى بكتير من ابهاتكم اصلا. وانت يا غوكو انا حاسس ان انت بقيت اقوى من ابوك برضك. شكرا معلم روشي، شكرا انك اصلا مرنتني وانك وقفت معايا وكنت موافق انك انت تمرني. ده كان واجب عليا يا ابني، انا المدرس. وانت كمان يا كريلين برافو عليك، انت بقيت شاطر جدا وقوتك حلوة على فكرة. شكرا ليك معلم روشي، شكرا ليك وعلى ثقتك فيا. ايه معلم روشي انا همشي دلوقتي علشان عايز اشوف بابا وعايز احكي له على اللي حصل. تمام تمام
يبقى سلم لي عليه. حاضر حاضر. سلام. يا سلام بلا ما بابا يشوفني بعد ما انا بقيت قوي كده، اكيد هيبقى فخور بيا. بابا بابا ماما. هاي ماما مالك خايفه ليه كده؟ بابا اقول لك ايه يا اخوكو، انت باباك برضك مش بيرد عليا، برضك مش بيرد عليا حبيبي. ايه في اللي حصل مالك؟ انت مالك خايفه ليه كده؟ فهميني. طيب غوكو، انت باباك بيتخانق مع الملك فيجيتا، هما الاتنين بيتخانقوا مع بعض. ها اللي انت بتقولي ده يا ماما، انت متاكده طيب من الكلام ده؟ ايوه يا حبيبي، الملك فيجيتا قاعد يستفز برضك، وكمان ابنه فيجيتا التاني دوت المستفز قعدوا يستفزوا في ابوك، وساعتها ابوك ما قدرش يمسك نفسه وممكن يموتوه لان هما اتنين عليه. فيجيتا والملك فيجيتا. ماشي سلام يا ماما دلوقتي. غوكو استنى، انت رايح فين يا واد غوكو؟ برضو عمري ما اسيبكوا تكسبوني يا عيله فيجيتا، عمري ما اسيبكوا تكسبوني، افضل اقاوم افضل اقاوم لحد ما اقضي عليكوا، انتوا ما تستحقوش انكم تبقوا امراء ابدا. خدام خدام مالكش اي لازمه خالص يا بردك، هتفضل طول عمرك كده من الطبقه اللي تفضل تحت الامراء، المفروض ان ابنك اصلا ما يخشش مدرسه السيان ابدا لانه هيفضل طول عمره ضعيف. وعايزك تبقى فاهم ان عمرك ما هتلاقي ابنك قوي، ابنك عمره ما هيبقى ظهرك. مين اللي قال الكلام دوت يا فيجيتا؟ هو انت جسمك اتغير كده ازاي يا غوكو؟ هو ده غوكو؟ هو ده غوكو ابني برضو يا فيجيتا؟ ايوه يا بابا، ده كان ضعيف جدا. غوكو ابعد بسرعه يا غوكو، ابعد بسرعه بدل ما تتاذى. بابا ما تخافش، انا مش غوكو بتاع زمان، انا دلوقتي غوكو اقوى سيان في مدينه بروك هيفن، وهتشوف دلوقتي انا هعمل ايه فيهم هما الاثنين. دي عشان بابا ودي عشان بابا برضو. ايه السرعه دي؟ انا عندي انكم تتنمروا عليا او تعملوا اي حاجه معايا انا، لكن اللي ضايق بابا فبابا خط احمر، عمري ما اسمع لحد فيكم انه يضايق بابا ابدا. برضك غوكو، انا وابني فيجيتا جايين عندكم النهارده عشان نقول لكم احنا اسفين على اللي احنا عملناه، احنا فعلا اتنمرنا عليكم كتير جدا وكنا بنعملكم باسلوب وحش انا وابني فيجيتا، وده كله بسبب ان احنا كنا امراء، لكن احنا عرفنا غلطتنا دلوقتي، فارجوكم انكم تسامحونا، ارجوكم سامحنا يا بردك، سامحنا ان انا وفيجيتا اتعاوننا مع بعض عشان نأذيك. بعد كل ده، بعد كل العداوة اللي كانت بينا فيجيتا، كنت بتحاول تأذيني ده غير التنمر؟ انا اجيب بنفسي عشان اقولك انا اسف، وطبعا المسامح كريم، واكيد انتوا عارفين الكلام ده. اسامحك عشان كسرت لي رجلي؟ طب ما انت قطمت لي ظهري. اعتقد ان احنا كده متساويين. متساويين كده فعلا. اسف يا غوكو، اسف ان اتنمرت عليكم في المدرسة وكمان قدام كل الناس. عادي عادي فيجيتا، احنا من دلوقتي هنبدأ صفحة جديدة مع بعضينا، وطبعا المسامح برضو كريم. وبس كده، ويكون فيديو النهاردة خلص، يا رب يكون الفيلم عجبكم، محدش فيكم بقى ينسى اللايك بتاعه والاشتراك في القناة عشان تشوف كل فيديوهاتنا الجاية الجامدة، وما تنسوش تكتبوا لي تحت في الكومنتات اقتراحات افلام عايزين نعملها، صدقوني انا بقرأ كل كومنتاتكم، لما تكتب لي الاقتراح بتاعك هعمل لك الفيلم على طول ان شاء الله. وسلام.